اليوم 17 يوم شر من حزيران ويوم حر وشعب الصحراء قال كرمه وشقط طراله نايد حراكة مشتر داروا لعدوا في أحباله من ذيك الليلة ما ظهر ولا نعرف شتوسالوا ولا خالق بر ولا بحر ما جابين ويندال وما هو قد اللي ينصبر ومشى ذاك على حاله ومشى بصيري ما هرد من شماي ولالو عديم مثال في كل حد ومارد عديم مثال وما هو قد اللي يجحد سيد إبراهيم أمال وبصير قامت لا شعاع شمس الهدى وبلا انواع والعلم شاف بلي جماع نضال وانشغال ودخل لعدو حرب نزاع وذاك اسباب انتقاله ولا ينقاس متن الذراع والكريمه تبقاله اخر ما الجاهل ينباع روحوا لله ماله هذا حاله ويقد قاع يكفيكم عن سؤاله ومشى بصير المارد من شماي ولاله عديم امثاله في كل حد ومارت عديم امثاله ما هو قد اللي يجحد سيد ابراهيم اماله أصحابه شهدوا كاملين عن ولي عمول دين وشهدوا عن موت الدين قويله وافعاله ولا خالق حد سال دين فيه ولا حد سالوا ولا 20 من السنين واعتقاله يرثاله مش بصير ماهرد من شماي وداله عديم امثال في كل حد ومارت عديم امثال وما هو قد اللي يجحد سيد ابراهيم امال